صباح الخير. المفروض ان النهارده اخر يوم امتحانات. لسه صاحي من النوم الساعه 5:30. طبعا مبسوط جدا 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 بجد ان الامتحانات خلصت وسنه اولى خلصت، ان الواحد بجد كان جاب اخره من السنه الدراسيه دي. وبجد الجامعه عندنا مش ما رحمناش، يعني حرفيا من رمضان لحد دلوقتي ده اللي هو بالظبط باقي 10 ايام على العيد الكبير، واحد نمتحن حرفيا امتحانات 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 عملي كويزات فاينل. فاللي هو الواحد خلاص يعني بجد لقد هربنا يا شباب. فالحمد لله يعني خلاص النهارده اخر امتحان، هي يعني اوسخ ماده في الكليه، فهقعد ارجع لها شويه واحل شويه اسئله عشان خاطر ما نعكش الدنيا. المفروض بقى دلوقتي ان انا باذن الله هقعد اعمل كوبايه قهوه، ماشي، اشربها كده، اشرب كوبايه القهوه وانا بسمع الشيخ ناصر القطامي كده، وبعد كده هقعد اذاكر شويه زي ما قلت لكم، هقعد احل الاسئله بحيث ان انا اكون جاهز باذن الله للماده ديت، لان خلاص يعني ايا كان بقى كده كده اخر ماده والواحد مش هيعكنن على نفسه، هنخش نحل وخلاص. الدنيا كانت كويسه كنبه، ما كانتش كويسه كنبه برضه، ده اخر ماده مش عايزين نوجع دماغنا، انا عايز افك على نفسي شويه. طبعا بعد الكلام ده اللي هيحصل ان انا هنزل اشوف شغل، لان انا محتاج شغل. هو في شغل قدامي بتاع شغل كده بتاع اوردرات وكده، بس مش عارف هل استقر فيه ولا لا. وهنزل ادور على شغل في الحصري وفي المناطق اللي جنبي ديت تكون مرتبها كويس وتكون كويسه وقيمه. ف خليكم معايا وباذن الله خير. خليكم معايا ايه، وانا معاكم كوبايه القهوه كده ونقعد نذاكر شويه، وباذن الله ربنا هيسهلها وباذن الله الدنيا خير. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. اوكي، المفروض حاليا انا متجه على الامتحان وانا خارج بدري شويه، قلت اروح اقعد في الجامعه شويه هناك. بس عايز اقول لكم يعني ان انا رايح اوسخ واصعب امتحان بجد بجد بمعنى الكلمه، لان يعني هو الدكتور محدش عارف هو عايز ايه. يعني مره يعني مثلا جاي سؤال مثلا مقالي ما تعرفش هو عايزك تجاوب ازاي، تجاوب المكتوب في البي دي اف بتاعه ما يجيبوش، لا عايزك تحط وصف من عندك، تحط وصف من عندك لا عايزك تجيب من البي دي اف. طب اعمل ايه؟ لا بص اعمل ايه؟ فلا بجد بجد اسئلته صعبه. بيجيب لك مثلا ايه، مثلا امتحان لو عليه 40 درجه فيجيب لك 10 اسئله سهلين ان هو ام سي كيو وترو فولس والكلام ده، وبقيه ال 30 درجه اسئله مقالي، ولو راجل حلها، لو راجل حل الاسئله دي. فالفكره ان ربنا يستر، ربنا يستر بجد، بس ايا كان هنفرح لان ده اخر امتحان واخر ماده، هنخلص بقى من سنه اولى ونفوق بقى، لان في كميه حاجات الواحد عايز يعملها، مستني بس الاجازه تيجي. والحمد لله الاجازه خلاص اهيت، كلها ساعتين والاجازه هتكون جت، و هنكسر الدنيا بإذن الله. فيلا أشوفكم بإذن الله في الجامعة. المفروض إن أنا خلصت امتحانات فرحان، رغم إن أنا حليت سؤالين غلط بس فرحان والله. فـ أشوفكم في البيت. حتى القلم خلص كده، يعتبر انتهينا من الفاينل رسميا، خلصت سنة أولى. أنا عارف إن أنا بقالي فترة كبيرة جدا، مش كبيرة ولا حاجة، أنا مخلص امتحانات بقالي كام يوم بس. يعني صراحة كنت إيه بعمل زي موف أون كده، وكنت بدور على شغل، كنت بظبط الدنيا، لأن شكل الأوضة كان مش يعني كان شكل عشوائي بطريقة غبية. بس بص انا عامل قهوه في قد ايه؟ خلاص كانك القهوه بتاع الصور بتاع الناس النونو دول ما عادش ينفع معانا. على فكره انا كنت هرفع لكم الفيديو لحد الحته اللي فاتت دي، بس انا ما رضيتش ارفع الفيديو بسبب كده، قلت عايز اضيف له اي حاجه تكون حاجه تكون كويسه. صباح الخير. المفروض دلوقتي الساعه 10، انا صاحي من بدري شويه بس هطلع عشان قاعد في السكن وكده، فكنت بغسل الهدوم وكنت بروق الدنيا، وعملت مش كوبايه قهوه، انا عملت يعني صفيحه قهوه.
هي دي الصفيحة، أنا بحب أسميها الصفيحة الصفراء، اللي هو وقت الزنقة. وقت الزنقة بقى دماغي وجعاني، أديها شوب قهوة من دولت. وقت في مذاكرة، خربوش قهوة، خربوش قهوة أو خربوش شاي هنا عشان خاطر نلم الدنيا. فالفكرة دلوقتي إن أنا عايز أتكلم معاكم كلمتين مهمين شوية، وهي يا صديقي حاول ما تبصش للحاجة أو ما تبصش لأي قرار أو أي حاجة في حياتك من منظورك أنت وبس. هقولك إزاي. يعني أنا كنت كاتب ورقة هصورها لكم في الأوضة التانية، كنت حاططها كده قدامي ما كنت بقعد أذاكر، كنت كاتب فيها لا تحكم على الناس من وجهة نظر. فالفكرة ايه بقى، ما تحكمش على الناس من وجهة نظرك انت، لان احنا يعني النظرة الاولى للشخص او النظرة الاولى لاي حاجة عموما من وجهة نظري انا ان هي تبقى غلط. لان مثلا على سبيل المثال حوار حصل معايا، موضوع تمام، كان كنت منزل فيديو من حوالي داخل في الشهر وشوية، مش فاكر كان اني فيديو بالظبط، بس كان في حد شخص محترم كان كتب لي كومنت، كان بيقول لي فيه اولا انت غلطت، لان هو مش آية قرآنية، هي حديث. انا كنت اتلخبطت في الفيديو، كنت بدل ما اقول ان هو حديث اللي هو بتاع انما الاعمال بالنيات، انا قلت ان هو ايه، واتلخبطت واعتذرت في التعليقات وكتبت تصحيح والحمد لله. لا هو ما سكتش، هو بقى كتب لي كومنت انتقادي، طبعا مش هذكر اسمه ولا احط صوره التعليق، بس اللي عايز يشوف هيروح في الفيديو هيلاقي تعليق هناك. المهم يعني فلقيته بيقول لي اولا هي ايه، هي حديث مش ايه، هو حديث شريف مش ايه قرانيه، واسمه كذا كذا، وراح جاي الحديث يعني اللي هو انما الاعمال بالنيات وكل امرئ ولكل امرئ ما نوى وكده، وراح جاي قايل لي ايه، ويا ريت ما اشوفكش تاني. ف طبعا انا يومها اتضايقت شويه وتوقفت للحظه، اللي هو انت ليه تكتب كومنت زي ده، انا عملت لك ايه عشان انت تنتقدني بالطريقه دي؟ انا غلطت واعترفت ان انا غلطان، مفيش مشكله، وطول ما انا ماشي الشخص غلط وما اعترفش ان هو غلطان، ده اللي يستحق انك تنتقده وانك تتكلم معاه. بس طول ما الشخص معترف ان هو غلطان فخلاص، فانت ما حجمتش، انت حجمت من وجهة نظرك ان انا غلطت، يبقى انا خلاص تتعلق لي المشنقه. مفيش الكلام ده، احنا ديننا هين وديننا لين، يعني احنا الدين بتاعنا دون دين، احنا الدين بتاعنا يسر مش عسر. فبس فمش عشان انا غلطت غلطه انت تمسكها لي كده، فهي دي الفكره، انه حكم من وجهة نظره ان الشخص ده غلطان، يبقى خلاص نديله كلمتين صح في جنابه يوقفوه بقى عن اللي هو بيعمله، او كلمتين يخلوه يكره حياته ولا الكلام ده كله. ولكن هو كان ممكن يبص من وجهة نظر تانية، اللي هو يقول مش ممكن يكون هو غلط، مثلا كان مثلا تعبان وهو بيصور الفيديو، كان في حاجة مثلا شغلها وهو بيصور الفيديو خلته يغلط. فكان كنت ممكن تخش في التعليقات تقول يا محمد مثلا او يا فلان انت غلطت في الحتة دي، هي المفروض تبقى كذا كذا مش كذا، ويخلي بالك ومش عارف ايه والكلام ده. انا كنت هاخد التعليق بتاعك وهثبته، وكنت هدخل يعني اجي اسيدي بص هشكرك من هنا لبكره، لان انت عملت حاجه كويسه. فهي الفكره في كده، انك ما تحكمش على الناس من وجهه نظرك انت، بص الاول وصحح الدين الاول. وكان في حته انا قريتها من الكتاب بتاع عادات السبع المراهقين الاكثر فعاليه، وهو في وضع الخطه او وضع المهام وكده، قال لك وانت بتوضع المهام انت مثلا مش بتقول انا هعمل مثلا حاجه يوم كذا ويوم كذا، لا انا برتب لها، انا برتب للحاجه قبل ما اعمل اي حاجه. بس قبل ما اعرف اللي عايز اسالك سؤال، هل الجوده بتاعت الحته دي افضل ولا الحته اللي قبلها، او يعني اللقطه اللي قبلها؟ لان انا في حاجه عاملها وعايز اشوفها هل كويسه ولا لا، وعايز اخد رايكم يعني. تمام، فيا ريت تشاركونا برايكم. وبس كده يا سيدي، اشوفك الفيديو الجاي او الفيديو الجاي ايهما اقرب. سلام.